اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده حابب ان يكون لها طعم تاني. كلنا بنحب ناكل الحاجات اللي موجوده في المطاعم او اللي هي بيكون لها اسم في المطاعم، شيش كباب، شيش طاووق، كباب حله، حاجات كده لطيفه بطعم تاني خالص. معانا النهارده الشيش كباب. وشيش ليه؟ لانه لازم يتحط في الشيش او في الاسياخ، دي مدرسه لوحدها. البعض بيعمله مع المشروم، بعض يعمله مع فلفل رومي، طبقه لحمه مع طبقه فلفل، طب مع بصل وهكذا. انا النهارده هعمله بطريقه تانيه خالص، هعمل الشيش كباب مشوي مع الباربيكيو صوص. مدرسه، المدرسه المغازيه، هنشوف نشويه ازاي ونعمل النسيج والاتفاق ما بين اللحمه والباربيكيو صوص، ازاي الاثنين يتفقوا مع بعض في حاله لما يكون بيتشوي. معانا هنقدمه طبعا مع بطاطا بوريه للاطفال الحلوين، علشان البطاطا البوريه مع الباربيكيو صوص بيبقى طعمها لطيف وحلو. هنعمل طبق مكرونه النهارده بالجرين تشيز. في جبنه خضراء يا شيف؟ في جبنه خضراء. شيف المغازي النهارده هياخد الموزاريلا يحولها لخضار جميل، ربنا يخضر ايامنا ان شاء الله، بصلصه البيستو صوص اللي هو الريحان المخلوط بزيت الزيتون والثوم. الاطفال الحلوين بيحبوا دايما الحاجات بتكون على السفره عشان نشد انتباههم. هنعمل لهم النهارده الكب كيك بالكراميل. ايه قصه الكراميل مع الكب كيك وازاي نكتفي بالسكريات اللي موجوده في الكراميل؟ دي مدرسه مغازيه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. انا مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه في الحلقه بتاعتي، وكمان تقدر تخش المطبخ تشوفي كل التفاصيل بطريقه سهله وبسيطه. عندنا في المنيو بتاعنا طبق مكرونه، المكرونه بتاعتنا بالجرين صوص. ما تيجوا نكسب وقت ونحط المكرونه دي على النار تستوي؟ بما ان احنا عندنا وقت استاذنك يا استاذ رحاب، مقادير المكرونه الجرين تشيز، باستا جرين تشيز على الشاشه. نكسب وقت، ادي شويه الزيت في قلب الميه، رشه ملح محترمه، طبيعي لما نسلق مكرونه، بس المكرونه دي هستوي نص سوا. نشوف المقادير بتاعه المكرونه على الشاشه، كله مع بعضه كده واحنا شغالين مع بعض. ايه الحلاوة دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ الله، مكرونة بينا. ليه بينا يا عم الشيف؟ علشان تشيل مع الجرين صوص والتشيز بتاعتنا. تنفع اسباكيتي تنفع، بس مش هتبقى طعمها طعم البنة. دايما أي حاجة فيها صوصات، وايت صوص، جرين صوص، ريد صوص، براون صوص، الحاجات دي كلها لازم تكون مكرونة بينا، عشان بيبقى فيها المكان اللي يشيل الصوص بتاع اللي انت عاملاه. حلو الكلام. المكرونه نحطها في الميه، حلو قوي. احنا هنا بنكسب وقت، شوف المكرونه اخبارها ايه. انا عايزك لما تقف على بتجاز في البيت تبقى واقفه زي الشيف المغازي كده، واثقه من نفسك. مكرونه بتكسب او بنكسب وقت، تتسلق المكرونه. تعالوا نعمل مع بعض المكرونه بتاعتنا مع التشيز جرين. طاسة على النار، الصلصة بتاعتي سريعا كده، معايا الكبة، معايا الريحان الحلو، معايا التوم. بناخد الريحان ده كده. شوفي مقاديرها على الشاشة يا استاذ رحاب بعد اذنك. مقادير الباستا مع الجرين تشيز او التشيز جرين، مقاديره على الشاشة. ريحان، زبدة، ريحان وزبده في قلب الطاسه، ريحان وزبده وتوم في قلب الطاسه او في قلب الكبه. معايا طاسه على النار شديده الحراره. شديده الحراره مين يا مغازي؟ ده النار مطفيه. يلا حاضر، مقادير على الشاشه. عايز يقرا مقادير على الشاشه. عباره عن مكرونه بينا، حلو، مكرونه البينا دي يا عم الشيف، وجبنه موزاريلا وريحان وفلفل الوان وملح وفلفل وزبده. يلا اشتغلت النار معايا. البوتاجاز ده ساعات بيجي في الايه عينيا. حاضر يا فندم، حلو الكلام. تعالوا مع بعض نخلص من موضوع الجرين تشيز اللي الشيف المغازي هيعمله النهارده بطريقه جديده. حطينا في الكبه زبده ونعناع، سوري، زبده وريحان اخضر وتوم.
ودولت لازم كلهم يتخلطوا مع بعض جيدا. وعندنا طاسة على النار لازم تسخن كويس. خلي بالك، ناخد التوم ده كده اهو، وناخد الخليط ده كله مع بعضه، والكبة بتاعتي المحترمة. عندي في المقادير جبنة موزاريلا أو جبنة شيدر حسب الرغبة. ونحط في المقادير شوية بقدونس. مفروم ناعم. جربي البقدونس في الفرمة دي كده زي الفل، ونخلطهم كده مع بعض. خلطا جيدا. ناخد كل ده مع بعضه. الطاسة اخبارها ايه؟ زي الفل. معلقة زيت زيتون. ركزي معايا عشان الموضوع ده مهم جدا. بحط في الطاسة دي يا عم الشيف معلقة دقيق صغيرة. انا عايز اعمل المكرونة دي بمزاج عشان تعملها لاولادك لاول مرة. اهو معلقة دقيق صغيرة، واسيب معلقة الدقيق تاخد احمرار. العب يلا، افتح وشوف الفرن اخباره ايه. نفسك تشوف الفرن فيه ايه. الكب كيك بالكراميل. يلا تحمير الدقيق جيدا. ايه الحلاوة دي؟ ايه القمر ده؟ ايه الجمال ده؟ كب كيك بالكراميل، حلو قوي. والصورة الحلوة من قلب الفرن تتحدث عن نفسها. ننزل بالريحان الاخضر والبقدونس مخلوط بالثوم والزبدة. ايه السر بيقولولي في معلقة الدقيق اللي حطيتها يا شيف مغازي؟ الله، حلو قوي. السر في معلقة الدقيق اللي انا حطيتها هي اللي بتديني قوام للمكرونة الحلوة. شفت الجو ده كده؟ شايف الخضار؟ التحميرة دي مهمة جدا، على نار شديدة. عندي المكرونة الحلوة بتاعتي، عندي شوية مية من سلق المكرونة. اللهم صل على النبي. مية سلق المكرونة، ما تجيبيش مية من الحنفية، هي المية بتاعت المكرونة. واسيبها تغلى على النار. والمكرونة دي مش هتلاقيها غير عندك انت بس في المطبخ، عشان لما نقول حقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى مش من فراغ. اهو نظافتك في المطبخ يا مغازي. التقليبة دي مهمة جدا. حلو، ناخد الجبنة الموزاريلا. تسلم ايدك. نقلب كل ده مع بعضه. الله، ايه الحلاوة دي؟ جربوا المكرونة دي بالله عليكم. ونسيب الجبنة تسيع على النار عشان نشوف قوامها دلوقتي. نغرف المكرونة الحلوة بتاعتنا في الطبق. مكرونة سلقناها في مية وزيت زيتون بالشكل ده كده. عينيا يا فندم. يا الله، حلو بالشكل ده كده. ونقلب كده. شايف القوام ده كده؟ ريحان، بقدونس، توم، زيت زيتون في قلب الكبه، خلطناهم مع بعض. حلو الكلام. مع جبنه موزاريلا، كل ده مع بعضه. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ التقليبه دي مهمه كمان. هنطلع الكب كيك من الفرن دلوقتي، مهم جدا. طبعا ما انصحكيش تغرفيه غير لما يبرد، ده الطبيعي. كده خلصت المكرونه،